صباح الخير مشاهدينا، ساعة أخبارية جديدة تماما من قناة العربية. يا صباح الخير يا أسامة. صباح الخير يا حنين، وصباح الخير على كل مشاهدي العربية في كل مكان. حال العالم هذا الصباح مع ساعة من أخبار الصباح، نبدأها بالعناوين. أمال التوصل لصفقة في غزة قبل شهر رمضان تتضاءل، المفاوضات توقفت. وسط شكوك حول صحته الذهنية، بايدن يلقي خطاب حالة الاتحاد مستعينا بمدربي كلينتون وأوباما. ضربات أمريكية ضد طائرتين مسيرتين في اليمن بمناطق سيطرة الحوثيين. بينزلوا يعوموا الجنيه والدنيا قاعدة تغلى. تحرير وليس تحرير، الجنيه يعاني والمصريون يترقبون مستقبل الأسعار قبل رمضان. البداية من تطورات الأوضاع في قطاع غزة، يبدو أن الأمل في التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار قبل شهر رمضان تتضاءل بشكل كبير. صحيح يا حنين، كانت هناك أمل كبيرة على هذا الاتفاق أو الوصول لهذا الاتفاق. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلت تصريحات لمسؤول لم تذكر اسمه، قال فيها إن توقف المفاوضات قلص بدرجة كبيرة أمل وقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان المبارك. المسؤول أشار إلى أن حماس تمسكت بإلزام إسرائيل بوقف دائم لإطلاق النار سواء الآن أو بعد ثلاث مراحل من تبادل المحتجزين. هذا من جانب حماس، أما من الجانب الإسرائيلي فتل أبيب رفضت مطلب حماس وركزت في هذه المرة على ما أسمته بمفاوضات التبادل. لكن رغم ذلك أسامة، أمريكا تقول إنها تعمل بجد للتوصل للصفقة. الحديث للبيت الأبيض في رد على سؤال لمراسلة العربية. نعمل بجد للتوصل إلى صفقة الرهائن والتي من شأنها أن تؤدي إلى وقف إطلاق النار حيث يتوقف القتال. يمكننا إعادة هؤلاء الرهائن إلى عائلاتهم. يمكننا إيصال كل المساعدات الإنسانية اللازمة لسكان غزة الذين يحتاجون إليها، ونحن مستمرون في القيام بما في وسعنا لزيادة عمليات الإنزال الجوي للمساعدات. بالحديث أيضا حنين عن الموقف الأمريكي، وزير الخارجية الأمريكي كذلك أنتوني بلينكين أكد ضرورة زيادة كميات المساعدات إلى قطاع غزة. هذا طبعا جاء في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي. نعم، الوزيران ناقشا جهود التوصل لوقف إطلاق النار في غزة لستة أسابيع. بلينكين وزير الخارجية الأمريكي أكد خلال اتصاله أيضا بأن وقف إطلاق النار في غزة سيؤدي لإطلاق سراح المحتجزين وزيادة المساعدات للقطاع. واشنطن أيضا قلقة من استهداف المدنيين، تحث إسرائيل على بذل كل الجهود لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين. نواصل حث إسرائيل على بذل كل ما في وسعها لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين، لكن علينا أن لا ننسى أن حماس موجودة بين المدنيين وهو ما فعله دائماً. الإدارة بأكملها تدرك ذلك، وأنه لا توجد مساعدات إنسانية كافية تدخل إلى غزة. نحن بحاجة إلى زيادة المساعدات الإنسانية. في شأن آخر كذلك يخص الحرب بين إسرائيل وحماس، الجولة التي قام بها الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس انتهت. هذه الجولة التي جاءت رغما عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ذهب غانتس إلى واشنطن، ثم من بعد ذلك حنين ذهب إلى لندن، والتقى أيضا بوزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون. الأخير أكد أنه ضغط خلال اجتماعه مع بيني غانتس من أجل زيادة تدفق المساعدات إلى قطاع غزة. هذا طبعا في ظل حالة التدهور الكبير فيما يتعلق بمسألة المساعدة حنين. نعم، ضغوط في واشنطن وكذلك في لندن. كاميرون نقل لغانتس قلق بريطانيا العميق بشأن احتمال الهجوم العسكري على رفح. هناك اتساق واضح في الموقفين الأمريكي والموقف البريطاني المعلن. برأيك أسامة، هل نفد صبر بريطانيا؟ كاميرون يجيب.
لقد كانت لدينا مجموعة من الأشياء التي طلبنا من الإسرائيليين القيام بها، ولكن يجب أن أبلغكم أن حجم المساعدات التي وصلت في فبراير كانت نصف ما وصل في يناير. لذلك يجب إعطاء عدد من التحذيرات، بدءاً باجتماع سأعقده مع الوزير غانتس عندما يزور المملكة المتحدة غداً. هذه الكلمة كانت في مجلس اللوردات لكاميرون قبل وصول غانتس، قال كذلك فيها إن إسرائيل هي القوة المحتلة، يجب عليها تأمين الوضع الفلسطيني المدنيين في القطاع حتى مع هذه الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. الملاحظ في هذه الحرب حنين كذلك بأن هناك تطور كبير فيما يتعلق بالموقف البريطاني، الموقف البريطاني حتى ربما أكثر اتساقا مع الموقف العربي الأشمل فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وهي مسألة حل الدولتين. قبل لندن كان غانتس في الولايات المتحدة كما ذكرنا، هناك أدرك الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية في ورطة كبيرة. الكلام هنا لموقع ولا الإسرائيلية. وأيضاً أسامة في تفاصيل الزيارة وبين السطور، الزيارة كانت قاسية على غانتس، تعرض هناك لانتقادات كثيرة من مسؤولين في الإدارة الأمريكية بسبب حرب غزة بالطبع. صحيح. وتفاصيلها. صحيح، غانتس خلال هذه الزيارة استمع للمخاوف الأمريكية وكذلك إلى حجم الإحباط الموجود في أمريكا وأيضا مدى التباعد في الرؤية ما بين الولايات المتحدة الإدارة الأمريكية حاليا ونتنياهو. هذه المرة طبقا لموقع أكسيوس الأمريكي الذي نقل الحديث عن مسؤولين إسرائيليين. الموقع يقول كذلك إن غانتس تفاجأ بحجمها، التصريحات الرسمية لم تكن بالطبع بزخم التسريبات، تسريبات الصحف الإسرائيلية والأمريكية، ولكنها كانت قوية كذلك. صحيح. مستر غانتس asked to come to Washington. طلب السيد غانتس الحضور إلى واشنطن وطلب الاجتماع مع مسؤولي الإدارة وقد حصلت تلك الاجتماعات. التقى مع جيك سوليفان كما التقى نائبة الرئيس ثم التقى بوزيري الدفاع والخارجية. كل هذه المحادثات كانت بناءة ومثمرة ونأمل أن يعود السيد غانتس بعد المحادثات التي أجريناها والمخاوف التي عبرنا عنها. هنا السؤال يطرح في هذه النقطة، هل يعير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمثل هذه الانتقادات أي اهتمام؟ صحيفة تايمز أوف إسرائيل قالت إن نتنياهو يخطط للبقاء في قطاع غزة لعشر سنوات، خطة كبيرة ومدة زمنية كبيرة بالفعل. مدة زمنية ليست متوقعة، خطة نتنياهو تتضمن تدمير حماس وقد يستغرق ذلك عامين بحسب الجدول الموضوع لهذه الخطة، ثم البقاء في القطاع لثماني سنوات حتى استقرار حكومة بديلة تريد للقطاع أن يبدو تماما كالضفة الغربية بعد 15 سنوات، منطقة منزوعة السلاح وتحت سيطرة فلسطينية جزئيا. ربما هذه هي الخطة الإسرائيلية التي يسعى لها بنيامين نتنياهو في هذه المرحلة، لكن في الولايات المتحدة هناك وجهة نظر أخرى مطروحة الآن بقوة. قلق يتزايد لدى بعض الديمقراطيين تجاه الأزمة الإنسانية المتصاعدة في غزة، وأداة الضغط على بايدن هذه المرة من بوابة المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لإسرائيل. صحيفة أكسيوس كشفت أن مجموعة من الديمقراطيين في مجلس النواب تطرح أمام بايدن احتمالية انتهاك العملية الإسرائيلية البرية المرتقبة في رفح للقانون الدولي عبر استخدام المساعدات الأمريكية العسكرية. أكثر من 13 نائبا ديمقراطيا ضغطوا على إدارة بايدن للنظر في تعليق المساعدات الأمريكية العسكرية لإسرائيل إذا مضت قدما في عملية رفح. الديمقراطيون استشهدوا في مذكرة وقعها بايدن الشهر الماضي تطالب أي متلقي للمساعدات الأمريكية بتقديم ضمانات مكتوبة وموثوقة بأنها ستلتزم بالقانون الدولي في استخدامها. صحيح حنين، النواب الديمقراطيون في هذه المذكرة اعتبروا أن العملية على الأرجح تتعارض مع مذكرة بايدن. طبعا حنين، لتفادي وقوع ذلك موقع أكسيوس الإخبارية الأمريكي يتحدث بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أمامه مهلة حتى 25 مارس الجاري للتأكيد من توقيع إسرائيل على الالتزام بمذكرة بايدن، وإلا فسيتم تعليق عمليات نقل الأسلحة الأمريكية لإسرائيل. مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي
وجهت سؤالا في هذا الصدد عن هذه الرسالة للمتحدثة باسم البيت الأبيض. لنستمع إلى الإجابة. أرسلت مجموعة من الديمقراطيين في مجلس النواب رسالة إلى الرئيس بايدن تقول بشكل أساسي أن الغزو الإسرائيلي لرفح سيكون انتهاكاً للقانون الأمريكي والقانون الدولي عندما يتعلق الأمر بمبيعات الأسلحة لإسرائيل. هل تعتقدون أن إسرائيل تلتزم بالقانون الأمريكي رغم أن 70% من القتلى هم من النساء والأطفال؟ لقد سمعت عن الرسالة لكنني لم أقرأها، لذلك لا أستطيع التحدث عنها بشكل محدد. يسعدني أن أرسلها لك. ينضم إلينا. لم تقرأها. هي لم تقرأ أو هكذا تقول يعني. طبعا للوقوف أكثر على شكل الصورة، من واشنطن ينضم إلينا دكتور عقيل عباس الخبير في الشؤون السياسية الأمريكية. دكتور عقيل أهلا بك معنا في أخبار الصباح. يعني هناك تناقض ليس فقط فيما يتعلق بالبيت الأبيض، التصريحات حول مسألة المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لإسرائيل، هناك تناقض ما بين البيت الأبيض وما بين البنتاغون تحديدا في هذه المنطقة. هناك من في البنتاغون يعتقد بأن هذه الضمانات المساعدات العسكرية المقدمة لإسرائيل هي جزء من الأمن القومي الأمريكي. برأيك هل مسألة يعني استخدام هذه المساعدات كورقة للضغط على إسرائيل هي مسألة حقيقية أم أنها مجرد شو إعلامي وطرح إعلامي لا أكثر ولا أقل؟ شكرا على هذه الاستضافة. أولا لا أعتقد الولايات المتحدة تضغط من وراء الكواليس على إسرائيل عبر هذه المساعدات، لكنه لحد الآن الولايات المتحدة لم تصل إلى لحظة الإجبار، بمعنى أنها صحيح تستخدم هذه الأسلحة كأحد أوراق الضغط لكن من دون تعريض أمن إسرائيل القومي. لحد الآن الذي يحصل هو أنه الضغط يتم سياسيا، يتم يعني عبر الحديث بين مسؤولين عسكريين أمريكيين مع مسؤولين إسرائيليين من دون إيصال هذا الضغط إلى العلن ومن دون اتخاذ إجراءات عملية فعلية علنية. لحد الآن يعني الولايات المتحدة ترفض استخدام يعني تأثيرها الواسع والكبير على إسرائيل في عبر المساعدات العسكرية. وهنا دكتور عقيل يطرح السؤال، ما وزن هذه الرسالة وحتى المهلة التي يتحدث عنها أكسيوس لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إذا كانت لا تختلف هذه المطالب كثيرا مع ما يدور ويتسرب بين الحين والآخر بين إسرائيل والولايات المتحدة؟ نحن نعلم أن واشنطن طلبت ضمانات من إسرائيل بتأمين المدنيين قبل عملية رفح وإلا سيتأثر الدعم العسكري. كذلك كانت هناك انتقادات من بايدن في ديسمبر ومن الاستخبارات الأمريكية تحدثوا عن القنابل الغبية غير الموجهة في حرب إسرائيل على قطاع غزة. الآن في ضوء نتائج الانتخابات الأمريكية الأخيرة وامتداد الحملة السياسية من ميشيغان، التصويت غير ملتزم من ميشيغان إلى نورث كارولاينا، يعني حدود 45,000 صوتوا امتنعوا عن التصويت لبايدن وذهابها إلى ولايات أخرى. أعتقد القلق لدى الإدارة الأمريكية أوسع أكبر بأن عليها أن تقوم بشيء ما. السعي الأمريكي هو التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل رمضان. لحد الآن يبدو أن هناك ممانعة إسرائيلية، لكنه للأسباب السياسية الأمريكية يحتاج الرئيس بايدن أن يتوصل إلى صفقة ما قبل رمضان. يعني هو وعد أطراف مختلفة، الكلام وصل علانية، هناك ضغط كبير من حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة العرب. لذلك أنا أتصور يعني في الأيام المقبلة سيكون هناك ضغط جدي، وربما يعني التلويح بسحب الضغط السياسي، استخدام بمعنى الدعم السياسي الأمريكي لإسرائيل سحبه، لكن ليس الدعم العسكري. أعتقد سحب الدعم العسكري عن إسرائيل هذه مسألة بعيدة وصعبة أمريكية. طيب يعني لننتظر ونرى، خاصة بأن هناك الكثير من الأحاديث الآن دكتور عقيل عن ربما توقف المفاوضات، لننتظر ونرى ما الذي ستسفر عنه الأيام المقبلة. بشكرك شكرا جزيلا الدكتور عقيل عباس الخبير في الشؤون السياسية الأمريكية.
تحدثنا قبل قليل عن تهميش نتنياهو في الخارج، هذا طبعا جاء عندما قام بيني غانتس بزيارة إلى واشنطن ومن بعد ذلك إلى لندن من دون موافقة رئيس الحكومة الإسرائيلية. لكن في الداخل الإسرائيلي أيضا هناك الكثير من الأزمات تحاصر رئيس الوزراء الإسرائيلي، منها مثلا تصرفات وزيره للأمن القومي إتمار بنغفير. ما هي القصة؟ معك يا حنين. القصة أسامة هي أن صحيفة التلغراف نشرت تقريراً قالت فيه أن بنغفير منع من حضور الاجتماعات الخاصة بمجمع الاستخبارات، وذلك بعد تسريب معلومات سرية حساسة. صور بنغفير بهاتفه الاجتماعات. نعم، الأمر بهذا الحجم، هذا الأمر جعله يخرج قبل ساعات وينفي. بنغفير اتهم عناصر داخل الجهاز الأمني بالتورط في نشر ما وصفه بالافتراء والكذب والادعاءات الطفولية بسبب انتقاده لهم على حسب تعبيره. العلاقة متدهورة إذن بين رؤساء الشباك وبين بنغفير. الشباك اتهم بنغفير الشهر الماضي بتسريب معلومات وانتهاك البروتوكول، إحضار الهواتف المحمولة إلى الاجتماع والافتقار إلى الاحترافية. مسؤول استخباراتي كبير قال للتلغراف إن أكبر تهديد داخلي لإسرائيل هو بنغفير، هو يعمل وفقا لقواعده الخاصة ويتجاهل كل من حوله، وصفه بالعبء. بنغفير وغانتس ومن قبلهما سموتريتش، حكومة نتنياهو المفخخة ووزير آخر يساهم في ذلك أيضا يوآف جالانت، يقود الرجل التيار المطالب بتعديل قانون التجنيد بسبب حرب غزة ليشمل اليهود المتشددين المعروفين بالحريدين. أما في إطار ردود الفعل الدولية، أدانت المملكة العربية السعودية بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي بالمصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. كما أدانت الخارجية السعودية محاولة إسرائيل تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية بما فيها القدس، وجددت المملكة التأكيد على ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإقامة دولته الفلسطينية بحدود عام 1967. ردود الفعل الدولية قوية هذه المرة، خاصة بأنه أنتوني بلينكين الوزير الخارجية الأمريكي حينما أدان كذلك قرار بناء الكثير من المستوطنات، حينما سئل كان هناك مبدأ ما يسمى بمبدأ بومبيو وضعه وزير الخارجية الأمريكي الأسبق مايك بومبيو في عهد ترامب، وهو اعتراف الإدارة الأمريكية ببناء أي مستوطنات جديدة. حينما سئل قال بأنه هذا ليس ضمن الثوابت السياسة الأمريكية. رفض المستوطنات هو عودة للسياسة الأمريكية وقواعد السياسة الأمريكية فيما يتعلق بمسألة المستوطنات. ربما مع عودة ترامب نخشى أن يكون هناك عودة كذلك لهذه السياسة. وهذه الحكومة استفزت المجتمع الدولي على رأسه الولايات المتحدة منذ إعلان خطة سموتريتش عن توسيع الاستيطان منذ العام الماضي، وبالتالي ما تفجر على إثره الأوضاع في الضفة الغربية كذلك في القدس، كانت هناك الكثير من الاشتباكات والاحتدام. صحيح يا حنين. الآن ونحن بعد أو على مقربة من حلول شهر رمضان المبارك، كل عام وأنتم بخير، الجميع يستعد، لكن في قطاع غزة الوضع مختلف بسبب الحرب كثيرا يا حنين. هو يبدو أنه مستحيلا حتى للعيش، رغم ذلك يحاول الأطفال الفلسطينيون خلق أجواء من البهجة. هم يشهدون النار على الأرض، لكن هذه المرة وسيلتهم في البهجة والاستمتاع ولو لدقائق معدودة هي الألعاب النارية. يا
رمضان كريم، رمضان يجمعنا كل هيتنا، يجمعنا بأسرنا، يجمعنا ببيوتنا، يجمعنا بواقع أفضل من الواقع اللي احنا بنستحقه، اللي من الأطفال هذه بيستحقه. الأطفال هذه عانت كتير برغم كل المعاناة، بخمس ست شهور أننا منعاني كل يوم بروح منا إشي غالي ونفيس علينا، إلا أنه الأطفال قدرت تحتفل وقدرت تقول لكل العالم وتقدم رسالة وطنية ورسالة إنسانية أنه هي بخير. هذه عادات اعتدنا عليها من وإحنا صغار، وكنا دائما زي نولع اللي بسموه سلكة، اعتدنا عليها، فهدول كانوا زمان يشوفونا وإحنا بنعمل زي هيك، فصارت عادة تناقلت من جيل لجيل، انتقلت من جيل لجيل، وهيهم اليوم بكملوا رغم انه في حرب وفي ألم وفي معاناة وفي شهداء، إلا انه احنا دائما شعب فلسطيني بنستخرج من رحم المعاناة بنستخرج السعادة والأمل. برغم الظروف اللي بعيشوها أطفال فلسطين من حرب ومن طيران ومن قصف، لكن بحاولوا انهم يعبروا عن رأيهم وعن مشاعرهم في الظروف هذه على أجواء رمضان. إذن مشاهدينا، أخبار الصباح مستمرة معكم ولدينا بعد هذا الفاصل. القراءة تساعد سكان العاصمة الأوكرانية كييف في تخطي مصاعب الحرب، بينما الحب قد يفسد الخطط العسكرية أيضا في الحرب الأوكرانية. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. في الولايات المتحدة الأمريكية، مجلس النواب الأمريكي وافق، والذي طبعا يقوده الجمهوريون، وافقوا على اتفاق لتجنب إغلاق جزئي للحكومة اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع. تمت الموافقة على الحزمة التوافقية المكونة من 6 مشاريع قوانين للتمويل الحكومي بأكثر من غالبية الثلثين، وهي الغالبية المطلوبة. الأمر الآن بات يتطلب أن يصوت عليها مجلس الشيوخ الأمريكي. أمضى الرئيس الأمريكي جو بايدن عطلة الأسبوع الماضي مجتمعاً مع مستشاره في منتجع كامب ديفيد لصياغة خطابه عن حالة الاتحاد الذي يلقيه فجر اليوم أمام مجلسي النواب والشيوخ. قدرات بايدن الذهنية والبدنية وعمره المتقدم هو التحدي خلال الخطاب. يتزايد قلق الناخبين بسبب وبحسب استطلاع الرأي من قدرة الرئيس البالغ 81 عاماً على تولي مهام منصب الرئيس لولاية ثانية. إذن حنين، أعين الناخب الأمريكي مسلطة هذه المرة على خطاب حالة الاتحاد الذي سيلقيه الرئيس جو بايدن بعد ساعات من الآن. يتوقع هذه المرة أن يحظى خطاب بايدن بمشاهدة أكبر، هذا طبعا نظرا لأن هذا الخطاب يأتي في خضم سباق انتخابي. من تابعوا الخطاب المرة السابقة وصلوا إلى قرابة 28 مليون شخص، لكن هذه المرة مختلفة، خاصة بأن هناك حديث يتصاعد عن ذاكرة الرجل وكذلك عن صحته وأيضا عن مدى قدرته على الوقوف لفترة مماثلة كما حدث العام الماضي. أيضا خلال العام الماضي خرج الرئيس الأمريكي جو بايدن عن النص المكتوب وارتجل بشكل ناجح، لكن فريق بايدن يبدو أنه سيثني هذا العام عن أي ارتجال، طبعا لتفادي أي خطأ في الأسماء أو الأماكن كما بات يفعل الرئيس الأمريكي مؤخرا بشكل كبير. بايدن يعمل كذلك مع مدرب الإلقاء الشهير مايكل شيهان. هذا المدرب منذ بداية الأسبوع يعمل معه الرئيس الأمريكي للتدرب على كيفية إلقاء الخطاب، مدرب محنك ولديه خبرات طويلة وعمل سابقا مع كل من كلينتون وأوباما، كذلك عمل أيضا مع بايدن لكن هذه المرة كانت في السباق الانتخابي في عام 2020. أما فيما يتعلق بمحتوى الخطاب والأولويات التي سيذكرها بايدن وسيذكرها في خطابه، فهي مهمة ملقاة على عاتق المستشار بروس ريد الذي عمل سابقا كذلك مع الرئيس الأمريكي بيل كلينتون. خطاب بالطبع يترقبه الجميع، مؤيد ومعارض، جمهوري وديمقراطي، كل هذا طبعا وسط تصاعد حدة الانقسام في المجتمع الأمريكي. خطاب اتحاد في وقت لا يظهر فيه في الولايات المتحدة الأمريكية سوى الانقسام. على العموم، الزميل بيير غانم لديه صورة أكبر وأوضح من واشنطن. يلقي الرئيس الأمريكي خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس الأمريكي، ومن المنتظر
أن يتحدث إلى الكونغرس وإلى الأمريكيين عن إنجازاته، خصوصا في معالجة مشكلة التضخم وكيف أن الاقتصاد حافظ على سوق عمل جيدة جدا. من المنتظر أيضا أن يطلب الرئيس الأمريكي أن يقر الكونغرس بعض القوانين، خصوصا المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وإقرار قوانين لمعالجة قضية الهجرة. لن يكون الجميع موافقا، وسوف يكون الجميع جالسا في هذه القاعة، لذلك سوف يكون هناك وزير غائب لربما حدثت كارثة ويكون هذا الوزير رئيس السلطة التنفيذية. كير غانم، العربية، من أمام الكونغرس الأمريكي. ينضم إلينا من واشنطن مستشار العربية للشؤون الأمريكية الدكتور وليد فارس. أهلا بك دكتور. يعني في ظل أجواء دولية وداخلية أمريكية متوترة وصعبة، يعني ينتظر أن يتم السماع لهذه الكلمة لجو بايدن، بينما التركيز الأمريكي هو كيف سيسمعونه وكيف سيلقي هذا الخطاب. هذا أمر غير مسبوق، أليس كذلك؟ هو كذلك 100%. يعني هذا استثناء على الاستثناء. يعني كثير من الرؤساء تم انتقادهم أو تقييمهم على مدى العقود، ولكن الرئيس بايدن أنا عرفته بالطبع منذ 30 سنة، وكان خطيبا، كان رجلا سناتور خطيب وله قدرة على يعني كما يقال على يعني كلام يكون بنفس الوقت معقد ومفهوم من قبل القاعدة. الذي حدث أنه منذ حوالي 7 سنوات، وخاصة بعد أن أصبح رئيسا، قدرته الجسدية وربما العقلية مع التأني في هذا الكلام قد تغيرت، كي لا أقول أنها يعني تغيرت سوءا أو سلبا، تغيرت بالنسبة للرأي العام الأمريكي. وبالتالي هنالك اهتمام أمريكي بهذا الخطاب الأخير في هذه المرحلة الرئاسية ليروا إذا كان فعلا هو قادر على السيطرة على قدراته والسيطرة على كلامه، لأنه عنده إذا نجح عنده 4 سنوات إضافية. وعلى التفاعل كذلك مع الحضور، هذا سؤال يطرح بشكل كبير في الأوساط الأمريكية. صحيح، حتى مسألة الارتجال أو الحديث بشكل عفوي، ربما هناك مخاوف من هذه المسألة فيما يتعلق كذلك بذكر أسماء أو أماكن أو شيء من هذا القبيل. طيب الدكتور وليد، الرافض لبايدن سيظل رافض لبايدن، خاصة فيما يتعلق بالانتماء السياسي، لكن هنا نقطة مهمة. بايدن سيقف وهو يطمح لأن يوحد صفوف الديمقراطيين خلفه، وتبعنا بالأمس بأن هناك انشقاق يزيد داخل صفوف الحزب الديمقراطي. هناك رافضون بشكل متزايد الآن، ليس فقط لسياسة الحزب الديمقراطي ولكن لبعض السياسات انتهجها بايدن، سواء فيما يتعلق بالهجرة أو فيما يتعلق بالحرب مع إسرائيل وهكذا بعض الأمور. هل تعتقد أن بايدن سينجح من خلال هذا الخطاب الأخير كما ذكرت فيما يتعلق بخطاب حالة الاتحاد، هل سينجح في توحيد صفوف الديمقراطيين خلفه؟ يصعب علي أن أتكهن إذا بخطاب واحد بإمكانه أن يغير الأمور بين ليلة وضحاها. جميعنا نعرف أنه بالسياسات الأمريكية تأخذ وقتا. ما يسمى بالأوركسترا الإعلامية التي سوف تخرج هذا الخطاب وتفسره وتوضحه للرأي العام، هذا ما يجعل من خطابه مهما. أما الخطاب بحد ذاته حتى ولو تسمع أو شاهده 25 مليون أو 30 مليون، هذه الأمة 300 وكذا مليون. صحيح. الاعتقاد أنه الجهاز الإعلامي CNN، MSNBC، واشنطن بوست، نيويورك تايمز وكل هذه الوسائل الإعلامية هي التي تقرر إما أن تمدحه إما أن لا تمدحه، كي لا نقول تنتقده، وهذا ما سوف نراه، وهذا سوف يعكس ما تفضلتم به. هنالك جناحين في الحزب الديمقراطي بالإضافة إلى الجناح مع الرئيس. الجناح أقصى اليسار ومعه بعض الراديكاليين بالطبع، وهو مغتاظ جدا مما هي مواقف بايدن فيما يتعلق بغزة وإسرائيل ولما هنالك واليمن. وهنالك أيضا تيار قريب من الوسط وقريب من الجمهوريين وقريب من وسط الجمهوريين، يعني باي بارتيزن، أيضا هو غير مرتاح لهذه المواقف. يبقى تياره الخاص، أي
عمليا من يؤيدون هذه الإدارة أو موجودون ضمن هذه البيروقراطية. صحيح. وبين هذا وذاك هناك تظل دائما المخاوف من أن يتعثر الرجل سواء في حديثه أو حتى في صحته على الهواء مباشرة، وربما هذا يعني سيعطي أو سيجعله لقمة سائغة في يد الجمهوريين. وفي خطواته كذلك. صحيح. كما شاهدنا في أكثر من موقف. صحيح. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من واشنطن مستشار العربية للشؤون الأمريكية الدكتور وليد فارس. أسامة، كان كذلك لافتا استطلاع الرأي الذي أجرته إبسوس الشهر الماضي، 73% من الديمقراطيين يعتقدون أن بايدن قد تقدم في السن. هذا على النقطة التي تحدثت عنها بما يتعلق بالديمقراطيين تحديدا. هو من ينظر الآن للولايات المتحدة الأمريكية على مستوى ترامب وعلى مستوى بايدن يخشى وكأنه هناك حالة من حالات العقم في إنتاج القيادات الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية كانت دوما مميزة بأنه لديها الكثير من القيادات في أماكن مختلفة على كل المستويات. حينما يكون الآن هذا التنافس الانتخابي على رجل سيجلس في البيت الأبيض في شئنا ما بين هذه هي الولايات المتحدة الأمريكية، فبالتالي الاختيار صعب بكل تأكيد بالنسبة للجميع وبالنسبة للأمريكيين على وجه الخصوص. بالحديث عن زلات بايدن وأيضا الصورة الذهنية للأمريكيين عن حالة الرجل الذهنية، أطلقت حملة بايدن الانتخابية استراتيجية جديدة. هذه الحملة تسمى حنين دع جو يكون جو. الظهور على منصات التواصل الاجتماعي والحوار مع المؤثرين والتجول في المقاهي والتقاط السيلفي مع رواده، استراتيجيات جديدة يتبعها بايدن لدرء شكوك الأمريكيين حول سلامة صحته العقلية، خطة جديدة وضعتها حملته الانتخابية تحت شعار دع جو يكون جو وفقا لنيويورك تايمز، تسعى من خلالها لمحو تلك الصورة التي ترسخت في أذهان الأمريكيين عن زلات الرئيس وتقديمه لجمهور أصغر سناً وأكثر تنوعاً. قلت لحملته منذ عدة أشهر من فضلكم دعوه يكون جو بايدن، إنها خطوة ليس جيدة لمصيره الانتخابي فقط بل جيدة له هو أيضاً عندما يحصل على فرصة للخروج من خلف المنصة ويكون جو بايدن فقط دون أن يكون الرئيس جو بايدن. وبالفعل ظهر بايدن خلال الآونة الأخيرة بكثرة في الشارع الأمريكي، تارة بمحلات الآيس كريم ومطاعم الشواء، وتارة أخرى في ملاعب البيسبول، بل وحل ضيفا في بعض الأحيان على منازل الأمريكيين. زارني الرئيس اليوم وتناول معي العشاء، لقد كنت مسرورا للغاية. استراتيجية البيت الأبيض لم تأتي من فراغ، إذ تأزم الأمر بعد تقرير لمحقق خاص وصف الرئيس فيه بأنه رجل مسن ذو ذاكرة ضعيفة، وأعقبه استطلاع رأي أظهر أن 6 من كل 10 أي 63% من البالغين في الولايات المتحدة لديهم شكوك حول القدرات العقلية لبايدن. أما المفاجأة فكانت في استطلاع آخر أجرته صحيفة نيويورك تايمز، وأظهر أن 56% من حزبه الديمقراطي يعتقدون أن بايدن أكبر سنا من أن يكون رئيسا فعالا للولايات المتحدة. استراتيجية بايدن وحملته بالتأكيد لن تستطيع أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء، لكنها قد تتمكن من إعادة نظر الناخبين الذين يرون أنه غير قادر على قيادة أمريكا. يعني كما تابعنا حنين استراتيجية إعلامية جديدة تحاول إظهار الرئيس الأمريكي كرجل بسيط يخرج يذهب إلى منازل الناس يأكل الآيس كريم يتحدث مع الناس بكل بساطة، لكن هو السؤال إلى أي مدى ستنجح هذه الاستراتيجية في الوصول إلى قلب الناخب الأمريكي وإلى عقله. الأمريكيين لا يفكرون كثيرا بعواطفهم، خاصة فئة الشباب في نوفمبر. كذلك الانتخابات ستطلعنا على الإجابة في نوفمبر. صحيح. لا نزال في أمريكا، السلطات بدأت محاكمة ضابط متقاعد يعمل موظفا مدنيا في القوات الجوية بتهمة التآمر لنقل معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني حول حرب أوكرانيا عبر منصة للمواعدة عبر الإنترنت. وزارة العدل الأمريكية أوضحت أن المتهم ديفيد سلاتر ارتكب جريمته خلال الفترة من فبراير وحتى أبريل من عام 2022 أو في وقت
قريب منها. الجيش الأمريكي كان كذلك قد كشف عن معلومات جديدة عن المتهم، وقال إنه ضابط متقاعد منذ عام 2020 وسبق أن خدم في العراق وقطر وأفغانستان. لكن ما هي هذه القصة وما تفاصيلها؟ سيطلعنا عليها ليث بزاري. صباح الخير يا ليث. صباح الخير. تفاصيلها كثيرة ومثيرة بالفعل، يعني القصة تثير جدلا واسعا في أمريكا. ديفيد فرانكلين سلاتر رجل ستيني من ولاية نبراسكا، عسكري سابق والآن هو موظف مدني في القوات الجوية الأمريكية ويحمل تصريحا أمنيا سريا للغاية. في سبيل الحب أفشى سلاتر معلومات سرية وحساسة عن خطط واشنطن وحلفائها قبيل انطلاق الحرب في أوكرانيا. كيف حدث الأمر؟ سلاتر أحس بالوحدة فاستخدم تطبيق أجنبي للمواعدة لعله يجد من تشاركه حياته، ولذلك وخلال الفترة ما بين فبراير 2021 وإبريل 2022 تواصل سلاتر مع امرأة أوكرانية على موقع مواعدة، ووسط الإعجاب المتبادل نالت ثقته فأخذت تستخرج منه معلومات عسكرية حساسة حول خطط الناتو لمساعدة أوكرانيا حال قررت روسيا شن هجوم عسكري. المرأة المفترضة أقنعت سلاتر بالكشف عن معلومات ووثائق حساسة بإطلاق عليه لقب حبيبها وعميلها السري. اللافت هو أن أسئلة المرأة الأوكرانية المفترضة والتي يرجح أن تكون في الحقيقة عميلا أو عميلة لدى الاستخبارات الروسية كانت محددة للغاية في أسئلتها. في إحدى الرسائل مثلا سألته هل لدى الناتو وبايدن خطة سرية لمساعدتنا، لترد على إجابته بعدها بقولها توريد الأسلحة سري بالكامل وهو أمر عظيم. لكما تفاصيل قصة سلاتر مثيرة جدا، ولكن هذا ليس المثال الوحيد في الحروب في السابق. هناك الكثير ما يكشف من أسرار الحربية والاستخباراتية في قصص الحب. صحيح. وإذا حكينا اليوم عن قصة في سفارة، السفارة الصينية، السفارة الفرنسية وعميلة صينية، يعني في شخص اسمه فرانك رينو وهو صحفي أصدر كتاب يحمل اسم الدبلوماسيين خلف أسوار السفارات. يروي بهذه القصة شخص اسمه هنري أو أونغي، إنه كان هذا هو رجل مخابراتي أو أمن في السفارة، فكان بعلاقة غرام، حب وغرام مع شخص هي عبارة عن أو سيدة هي مترجمة فورية في السفارة، لدرجة أن هذا الشخص كانت يعني هي تستغل كل ما يترجم ليس فقط الرسمي، وإنما دخلت في حياته الخاصة عن طريق الحب والغرام كما قلنا قبل قليل. ومن ثم طبعا في 2020 تم المحاكمة، تحديدا 2022 تم القبض على هذا الشخص المسمى هنري ومعاقبته ومحاكمته في فرنسا. هو كما قلت يا ليث، هي خطة قديمة جديدة يتم تطبيقها وتم تطبيقها مئات الألاف من المرات، لكن اللافت أنه حتى هذه اللحظة لا زالت تنجح ولا زالت تؤتي بثمارها. هذا يدل أن القلوب دائما هي التي تعشق والتي هي تفتح أبواب أحيانا وتعرضك لتهمة الخيانة بالطبع. صحيح. شكرا لك ليث على كل هذه التفاصيل. شكرا. نظل هذه المرة كذلك في أوكرانيا، لكن من شأن آخر يخص الحرب بينها وبين روسيا. القراءة تساعد سكان العاصمة كييف على الخروج من الضغط النفسي والتوتر الذي سببته الحرب. هذا ما يقوله رواد أكبر مكتبة في أوكرانيا تم افتتاحها في قلب العاصمة كييف. في مكان المكتبة يقع الشارع الذي كان يخطط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتنظيم عرض عسكري فيه عند النصر وقت الدخول إلى أوكرانيا بحسب تقارير غربية. حذيفة عادل لديه الصورة الكاملة من كييف. هنا في العاصمة الأوكرانية كييف
وفي أشهر شوارعها شارع الخرشاتك الذي خطط الرئيس الروسي بوتين قبل عامين لاستعراض قواته فيه في عيد النصر بعد استلام العاصمة من قبل قواته كما يقول الأوكرانيون. تم افتتاح أكبر متجر للكتب على مستوى البلاد. نحن أكثر من مجرد مشروع تجاري، نحن مركز ثقافي وهو في مركز العاصمة. أوكرانيا الآن تقاتل في ساحة المعركة ويموت خيرة الشباب ويغتصب الروس أراضينا، إلا أننا يجب أن نستمر في نشر الثقافة. سينس ليس مجرد متجر لبيع الكتب، وإنما مساحة أدبية تحتوي القراء والكتاب والمناسبات الأدبية. صمم المتجر ليكون مقهى ومتجرا في آن واحد، حيث يستطيع القراء احتساء القهوة والقراءة ولقاء الأصدقاء أو عقد جلسة نقاش حول كتاب معين. عند الدخول إلى المتجر أو سمه إن شئت مقهى أدبيا، تلاحظ اهتمام الناس وسعيهم للحصول على الحياة في بلاد أسهل ما يكون فيها الموت في ظل استمرار الحرب الشرسة والقصف الصاروخي. أما هنا فرواد سينس يسعون لتحصيل المعرفة والثقافة من آلاف الكتب المعروضة في الطابق الأرضي والسفلي، حيث تشير اللافتات إلى أقسام الروايات والتاريخ والخيال والأدب الأوكراني والأجنبي. هذا هو العنوان الأكثر مبيعاً في المتجر، رواية أراك مهتماً بالظلام، هو لغز بوليسي كتبه الروائي الأوكراني إيريلون بافليوك الذي تحول إلى ضابط في القوات المسلحة الأوكرانية ويقاتل الآن في صفوفها ضد الروس. في عطلات نهاية الأسبوع يكون سينس مكتظاً، فالناس رغماً عن الحرب يحاولون أن يعيشوا حياتهم الطبيعية، وتساعدهم الكتب على الاسترخاء ويهربون إليها من واقع الحرب. ويبقى السؤال الأخير، كيف ستنتهي قصة أوكرانيا التي تكتب صفحاتها الآن؟ حذيف عادل، العربية، كييف. والآن مشاهدينا إلى تطورات التوتر في البحر الأحمر، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت ضربات للدفاع عن النفس ضد مسيرتين في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن. اعتبرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن المسيرتين شكلتا تهديدا للسفن التجارية وللسفن البحرية الأمريكية في المنطقة. في هذه الأثناء كذلك حنين، الخارجية الأمريكية أكدت أن الولايات المتحدة ستواصل محاسبة الحوثيين بعد الهجوم القاتل في البحر الأحمر. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قال إن الولايات المتحدة ستواصل تحميل الحوثيين مسؤولية هجماتهم على الشحن الدولي، خاصة بعد مقتل اثنين من البحارة في هجوم صاروخي. ساعتنا الصباحية وأخبار الصباح مستمرة، تتابعون فيها بعد قليل. لنيل استحسان نجوم هوليوود قائمة طعام طويلة، من بينها بطة بكين. أهلا بكم مجددا. بعد أشهر من الضغوط الاقتصادية الصعبة على العملة المصرية، اتخذت القاهرة قراراً بتحرير سعر صرف الجنيه بهدف القضاء على وجود سعرين للعملة المحلية. القرار أعقبه انخفاض في القيمة أمام الدولار بنسبة من 60 إلى 70% تقريباً. هذا الإعلان عن التعويم أو التحرير انتهى باتفاق مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة القرض المخصص لمصر إلى 8 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات دولار في الاتفاق السابق، وهذا الاتفاق الذي تم توقيعه في ديسمبر من عام 2022. نوف صباح الخير. نويت يعني من الجيد جدا أنك معنا لتشرحي لنا. بعد قرارات البنك المركزي ارتفع سعر الصرف، أصبح 50 جنيها، نتحدث عن 60%، بالتالي ما فوائد هذه الخطوة؟ ما الفرق كذلك بين سعر الصرف المرن والثابت؟ طيب بداية حنين وأسامة صباح الخير. صباح الخير. الفرق الرئيسي بين سعر الصرف الثابت وسعر الصرف المرن يكمن بشكل رئيسي بكيفية تحديد سعر الصرف. يعني سعر الصرف المرن هو نظام يتم فيه تحديد قيمة العملة بناء على قوى العرض والطلب، يعني supply and demand، بناء على السوق. يعني يسمح للعملة بالتقلب بحرية بناء على عوامل اقتصادية عديدة، سواء تضخم، سواء أسعار فائدة، سواء المضاربة في السوق وغيرها. في المقابل
سعر الصرف الثابت هو نظام يكون فيه قيمة العملة ثابتة أو مرتبطة بقيمة يعني عملة أخرى، الدولار يحددها البنك المركزي أو حتى سلة من العملات بالتحديد. هو يعني يحدد بشكل رئيسي من الحكومة أو الحكومة أو البنوك المركزية، ويتحكم فيها بالحفاظ على ثبات العملة من خلال بيع أو شراء العملة بحسب ظروف السوق. طيب نوف، دعينا ننتقل لسؤال صعب، وهو جاء من بين الأسئلة التي تحدث بها مديرة صندوق النقد الدولي في المؤتمر الصحفي الذي عقدته بالأمس. هي تحدثت بأن الإصلاحات الأخيرة ستقضي على ما أسمته المعاملة التفضيلية الضريبية، وهي تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح. المعاملة التفضيلية الضريبية، الجميع كان يعلم بأن هذه السياسة أدت لانحراف في المسار الاقتصادي المصري على مدى سنوات مضت. هل تعتقد بأن هذه يعني هذه التعديلات ستكون جزئية أم يجب أن تكون كاملة، أم كيف يعني سيتم إدارتها بالضبط؟ أسامة، يعني بداية أريد أن أنوه أن صندوق النقد الدولي قبل أن يعطي مصر هذا، يعني اتفقوا يوم أمس على إعطاء مصر الاتفاقية البرنامج يتضمن حوالي 8 مليارات دولار، قبل أن يعطوا مصر هذه المبلغ كانوا يعتمدوا أنه يروا في مصر إصلاح اقتصادي. وفعلا يعني هم رأوا هذا الإصلاح، يعني هم لما يعطوا مصر هيك إصلاح يكون عم بيشجعوا الاستثمار الخارجي، بالتالي حتى كنا شفنا الاتفاقية تبع رأس الحكمة اللي بالتالي يعطوا مصر حوالي 35 مليار. طيب نوفع عجالة سريعة، المصريين يعني خلال الفترة الماضية كانوا يتابعون أسعار الدولار في السوق السوداء بالفعل، كما يتابعون أخبار الطقس يوميا. الآن بالنظر على بعض المواقع المختصة بأسعار الدولار في السوق الموازي وأسعار الدولار على البنك المركزي هي تقريبا واحدة، لكن هنا السؤال، هل سيدخل المصريين مجددا في لعبة القط والفأر أنه سعر الدولار في مكان وسعره في السوق الموازي في مكان، أم أنه ستستمر الأمور كما هي عليه؟ بعد التعويم يوم أمس أسامة، يعني هو اللي يطمح له الحكومة والمواطن أكيد التخلص من كابوس السوق الموازية. يعني أكيد إذا سألنا أنه هل المواطن سيكون مبسوط بتعويم سعر الصرف؟ أكيد لا، لأنه يعني إذا نظرنا عليها بمنظور بالمجمل أكيد لا، لأنه يوم أمس كان سعر الدولار 30 جنيه 90 قرش، صحيح. اليوم يقف عند 50 جنيه، نتحدث عن خسارة حوالي 60% من قيمته. نعم. ولكن ما هو الأمر الإيجابي؟ الأمر الإيجابي أنه الدولار أصبح متوفر. يعني يوم أمس كان سعره 30 ولكن لم يكن متوفر. البنك المركزي لم يكن قادر على توفير العملة، وبالتالي لجأوا الناس للسوق السوداء، وهذا ما يعني عزز التضخم بشكل كبير، رفع أسعار التضخم. ولكن اليوم سيكون الدولار يعني صحيح السعر نزل إلى 50 جنيه ولكن سيكون متوفر، بالتالي يعني وفرة الدولار هو أمر إيجابي، كذلك التخلص من السوق السوداء بشكل كامل. نعم. يعني هذا هي الرسالة التي يريد أن يوصلها البنك المركزي لحائزي الدولار بتسليم الدولارات مقابل كذلك الشهادات الادخارية. شكرا لك على كل هذه التفاصيل حجازي، مذيعة الاقتصاد في قناة العربية. شكرا لكم. تعد قائمة الطعام في حفل توزيع جوائز الأوسكار ساحة مميزة. هذه الساحة يثبت فيها الشيف خبراته وقدراته على أن تحصل أطباقه على استحسان نجوم هوليوود بل والعالم. قائمة طعام طويلة تبدو شهية بنكهة الأوسكار. كل عام يعمل منظمو حفل الأوسكار على جذب أنظار الجميع، ليس فقط في المهرجان بل أيضاً على قائمة طعام متنوعة ومبتكرة وفريدة وصفها رئيس الطهاة. لدينا 100 رطل من لحم البقر و160 من لحم الضأن، ولدينا 60 من بط بكين. بط بكين هو طبق من الصين يتم إعداده منذ العصر الإمبراطوري، حيث يتميز اللحم بجلده الرقيق الهش، ويتم ذبح البط هذا خصيصاً للطبق. الشيف أيضاً أشار إلى البيتزا، وهنا بالتأكيد لم ننسى الحدث الطريف في حفل الأوسكار عام 2014 عندما قدمت البيتزا بطريقة لم يعتد الجمهور على رؤية نجومهم يتناولون البيتزا في عرض شاهده مئات الملايين على الشاشات حول العالم.
وسنصنع مئات قطع البيتزا. الشيف كشف النقاب عن قائمة حفل توزيع جوائز الأوسكار هذا العام قبل أيام قليلة من حفل توزيع جوائز الأوسكار 96. تزينت قائمة الطعام بجوائز الأوسكار ولحم البقر والبيتزا، ليس سوى بعض الخيارات التي يمكن لنجوم هوليوود الاختيار بينها لتناول عشاء يوم الأحد. أسامة، مع كل هذه الأطباق التي شاهدناها، خطر لي أسألك، شو طبقك المفضل أو يعني المطبخ المفضل لديك؟ أنا يعني بستشعر بحب المطبخ، أولاً الأسماك، بحب الأسماك بكل أنواعها. الأسماك؟ ما بتفضلش المطبخ المصري؟ طبعاً بفضل المطبخ المصري، يعني أكيد بفضل المطبخ المصري والمطبخ العربي عامة، بحب الاطلاع عليه بشكل كبير. وأنا مثلك كمان. نسأل ريم. ريم صباح الخير يا ريم. يسعد صباحكم، هلا وسهلا حنين. صباح النور. العافية. قاعدة أسمع حواركم عن الأكل وصراحة فتحت نفسي، لو تسألوني أنا إيش المطبخ المفضل فراح أقول لكم الأخضر واليابس كل شيء صراحة، ولكن ما ببين عليك يا ريم. هو ذا أتمنى وكل شيء أكله وأحبه صراحة، ولكن لازم الواحد تدري يهتم في موضوع الأكل والكالوريز وكذا، ولكن لا أحب المطبخ المصري ترى بالمناسبة كثير، يعني أحب الكشري، أحب المحاشي، أحب الكبسات. لا أنتوا كذا فتحتوا نفسنا على الصباح. صحيح. صباح يعني شهي معك يا ريم. شكرا لك يا حنين، وخليكم معي عشان تشوفوا سؤالنا التفاعلي المهم لليوم. هل من حقك أن تأخذ إجازة مرضية لأسباب تتعلق بالصحة النفسية؟ طبعا سؤال يهمنا جميعا، وأكيد أحيانا بنمر بحالات من الاسترس وحالات من التعب، خصوصا إذا كان الوقت الشغل صعب، وكمان لما يكون في أيضا بعض المشاكل العائلية وكذا ممكن تأثر على نفسيتنا. تشوف أنه من حق الشخص أنه يطلب إجازة مرضية لأسباب نفسية؟ حنين تجيب. جاوب يا حنين تفضلي. هلا عموما مع زيادة الوعي بالصحة النفسية وأهمية الحفاظ عليها، نعم، في ظروف كثيرة وفي مواقف كثيرة يجب فعلا إعطاء المبرر بأنه الصحة النفسية نعم هي مثل الصحة الجسدية، ولازم المؤسسات تتفهم ذلك، خصوصا إذا كان الموظف يقول أنه الظرف صعب جدا. مظبوط. وإنت يا أسامة إيش رأيك على السريع؟ لا. العمل هو جزء مهم جدا في حياة الإنسان، وكذلك بيساعده على تخطي أي أزمة نفسية. طبعا إذا كان في حالة لا قدر الله، حالة وفاة أو حالة مرض جسدي أو شيء من هذا القبيل، هذا مفهوم، لكن أنه الإنسان يبحث عن شيء ويترك نفسه لإجازة نظرا لأنه بيعاني نفسيا من أمر ما، أعتقد أنه العمل أساسا هو جزء من بروتوكول علاجي بيساهم بشكل كبير جدا في أنه بيرتقي بالإنسان وبيحاول بيساعده في تجاوز هذه المرحلة. هذا بالنسبة لك يا أسامة، ممكن للناس تانيين يكون العمل نفسه هو مسبب للمشاكل النفسية. عموما أنا ألتقيكم. ننتظر أن نستمع للإجابات معك يا ريم، ونتقبل الاختلاف كما يعني أخبار الصباح. إليك يا ريم.